كنشكروا جريدة بالواضح على التكريم ديال النجوم سنة 2018 في إطار ترسيخ ثقافة الاعتراف، وكنتمنوا لها مسار ناجح في المهني ديالها. كذلك كنشكروا التكريم اللي شرفت عليه جريدة بالواضح الإلكترونية، ما يزيدنا إلا واحد الشحنة واحد القوة للمثابرة والعمل للمواطنين ديال المملكة المغربية من طنجة للقويرة، كذلك المواطنين عامة ومواطنين الرباط مدينة الرباط خاصة في تحت الرعاية المولوية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وشكرا.